أنباء عن قتل القائد العام ومعظم قيادات حركة أحرار الشام بتفجير انتحاري. اجتماع دولي في السعودية لبحث مواجهة الإرهاب وتنظيم داعش. وفي ليبيا مجلس النواب يقر قانون مكافحة الإرهاب. الناشطون السوريون خبر قتل أبو عبد الله الحموي القائد العام لحركة أحرار الشام في تفجير انتحاري في رامي حمدان بريف إدلب. وقال الناشطون أن حسان عبود والذي يعرف بأبي عبد الله الحموي قتل مع عدد من قادة الحركة في التفجير الذي استهدف اجتماعا كان يضم عددا من القادة العسكريين في الحركة. تستضيف السعودية يوم غد الخميس اجتماعاً عربياً أمريكياً بمشاركة تركيا لبحث مسألة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في المنطقة، وذلك وسط تنامي الجهود الأمريكية لإنشاء تحالف دولي لمحاربة تنظيم داعش. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المملكة ستستضيف الخميس في جدة اجتماعاً إقليمياً يضم دول مجلس التعاون الخليجي وكلا من مصر والأردن وتركيا بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية. وافق مجلس النواب الليبي بأغلبية الأصوات على قانون لمكافحة الإرهاب في البلاد، وأشار نواب في البرلمان الليبي إلى أنه تم اعتماد المسودة النهائية للقانون منذ يومين بإجماع الحضور وترك للجنة المختصة التعديل النهائي، وكان من المفترض أن تتم الموافقة على قانون مكافحة الإرهاب الاثنين، لكن اجتماعات ممثلة للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون مع رئيس المجلس والأعضاء أرجأت الموافقة إلى الثلاثاء. تعرض الطفل للعنف داخل المدرسة يدفعه للهرب من المدرسة. ذكر باحثون إلى أن استخدام المدرسين للضرب يدفع الطفل لاستخدام الحيل المختلفة كادعاء المرض أو البكاء من أجل الجلوس بجوار الأم، وقد يتطور الأمر للهرب من المدرسة. وينصح الباحثون باستخدام استراتيجية للتعامل مع الطفل تعتمد على فهم طبيعته القائمة على الفهم والإدراك ورفض صور العنف المختلفة. شكرا لكم وإلى اللقاء.